وللحديث عن آخر التطورات في مدينة الناصرية واستمرار التظاهرة هناك، انضم إلينا عبر الهاتف من الناصرية الناشط في التظاهرات كاظم ماجد. أهلا بكم سيدي. مساء الخير وأهلا وسهلا بك وبمشاهديكم الكرام. مساء الخير. في ظل إغلاق المتظاهرين للطرق في الناصرية والاحتقان الشعبي المتصاعد، برأيكم ما هي الأسباب التي صعدت من موجة الاحتجاجات هذه؟ بالنسبة للتصعيد الجديد، هو أتى على خلفية احتقان الناشط المدني فلاح الزيادي، والذي تتهمه القوات الأمنية بأن عليه دعوة قضائية، وطبعا هذه الدعوة القضائية هي كيدية. فحاول المتظاهرين معرفة مصير فلاح الزيادي وإطلاق سراحه فورا، إلا أن القوات الأمنية والحكومة المحلية عادة ما تتجاهل مطالب المتظاهرين، ولا يتم إطلاق سراح أي محتقن إلا من خلال ضغوط وتصعيد سلمي ومواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين حتى يتم إطلاق سراح هذا المحتقن الذي يتم احتقاله على يد هذه القوات الأمنية القمعية. نعم. طبعا قبل فترة قليلة نحن نعلم لماذا تم احتقال المتظاهر فلاح الزيادي. الحكومة تحاول زج القوات الأمنية، خصوصا وزارة الدفاع التي كان لها مواقف إيجابية مع أبناء ذي قار في مواجهات بين المتظاهرين ووزارة الدفاع الجيش يعني. وهذا ما حصل اليوم. فعلا اليوم حصلت حالات حيث أخذت القوات الأمنية الجيش العراقي الذي كان من المفترض أن يوفر الحماية والأمن ويأخذ موقف الحياد من المتظاهرين. اليوم واجه المتظاهرين على جسري الزيتون والنصر، وحصلت مواجهات انسحب على أثرها المتظاهرين إلى ساحة الحبوبي وحاولوا بناء سرادق احتجاجا على ما يجري في المحافظة من تصعيد من قبل القوات الأمنية ومحاولة اغتيال واعتقال متظاهرين. أيضا القوات الأمنية تواصلت على ساحة الحبوبي بكثرة و فلشت هذه السرادق وصادرت كل هذه الخيام. في هذا السياق سيد كاظم، بالحديث عن كل هذه الانتهاكات، أين هي وعود حكومة الكاظمي حول إطلاق سراح ناشطي تظاهرات والكشف عن قتلة المتظاهرين؟ سيدة الكريمة، وعود الكاظمي هي كما تعودنا عليها وعود كاذبة، الغرض منها هي تهويد ساحات التظاهر والحد من الغضب الشعبي المتزايد، خصوصا وأن الفترة المقبلة ستشهد انتخابات يحاولون تهيئة أجواء من خلال تقليل أو تقويض ساحة التظاهر في المحافظة والقضاء عليها. وهناك مجموعة من الإجراءات قد اتخذت، ومن ضمنها مواجهة المتظاهرين حتى ولو كلف الأمر قتل عدد من المتظاهرين وسفك الدماء في المحافظة، هم يحاولون الآن القضاء على التظاهرات قبل فترة الانتخابات في سبيل أن يكون يوم الانتخابات يوم هادئ ويتم إجراء الانتخابات، ليعودوا من جديد إلى كراسي الحكم والسيطرة على مقاليد الأمور والاستمرار بالنهب والسلب والسيطرة على مقدرات الشعب. هذه أمور نعلمها جيدا، وأننا مستمرون، وأن خطتهم هذه قد جوبلت اليوم بالفشل الذريع، وخصوصا أثبت أبناء ذي قار هذا اليوم من خلال طردهم لقوات الجيش. نعم. إلى الجيش من ساحة الحبوبي وإطلاق هتافات بأنهم يطالبون برحيل هذه القوات العسكرية التي كانوا يتصورون بأن الجيش سيقف إلى جانب المتظاهرين، وليس العكس. الجيش. نعم. أثبت الآن ولاءه إلى أحزاب السلطة وأنه ينوي التعاون مع الأحزاب ومع وزارة الداخلية التي كانت لها مواقف سيئة وسلبية، وسيسجلها التاريخ على هذه الوزارة، وزارة الداخلية. نعم. بأن وزارة مقيدة وتابعة إلى أحزاب السلطة. هذا التضامن الشعبي مع المتظاهرين سواء المعتقلين أو المهددين بالاغتيال، إلى أي مدى يعكس مدى الوعي الشعبي بضرورة استمرار التظاهرات وتحقيق المطالب التي رفعت في بداية ثورة تشرين وحتى الآن؟ نحن الآن مستمرون بمطالبنا المشروعة، وعلى رأسها هي محاكمة قتلة المتظاهرين و
المطالب الذي نزل من اجلها المتظاهرين اصلا قبل قتل المتظاهرين. نحن كنا نطالب باسقاط نظام سياسي فاسد، باسقاط طبقه سياسيه فاسده، بعد ان وصلنا الى يقين بان هذه الطبقه لا تصلح الى اداره شؤون البلاد، وعليه فيجب تغييرها وتشكيل حكومه انقاذ وطني او حكومه طوارئ، تمهيدا لاقامه انتخابات حره ونزيهه تضمن صوت الناخب وتضمن حق المرشح للانتخابات على اساس من الوعي ومن الكفاءه ومن ما يتطلب ان يكون المرشح يتمتع بشعبيه عاليه وليس ولا ياتي بالتزوير كما يحصل في الانتخابات القادمه. كل ما تحصل الانتخابات يتم تزويرها وتصعيد بعض المرشحين على اساس حزبي وهم ليس لديهم اي قاعده شعبيه، وهذا ما حصل في الانتخابات مع احد مرشحي الكتل، مرشح دوله القانون. نعم. في الدوره السابقه حسن السنيد الذي لم يحصل على اكثر من 300 صوت وقد تم تصعيده نائب البرلمان وتولى مناصب قياديه. شكرا جزيلا لك ناشط في التظاهرات كاظم ماجد، حدثنا عبر الهاتف من الناصريه.